أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. فما لذي غيبة أو حضوري، كأنت وهو أسم بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. بلى لشهر بعد جداد أخبر، وكل مضمر له البنا يجب، ولفز ما جرك لفز ما نصب. إما هاتنا سر معرفة ونكرة بابا تكمان خوينت وكو مقدمة بو معرفة ونكرة استه المصنف برحمته إخوابه لا أو شعري بيشو تدا فرمي وغيره معرفة كهم وذي وهندا وابني والغلام والذي هندا ونسخي كمؤتمتها تماشام كر كمحقيقي كجولة تحقيقي رأيش الهندين وسوا شونك هن لوانه كغير منصرف جدا بيود كلام منصرف جبه أو باري شاركة كهن دا ونسرا وهن دا نسرا وإن هر هن دني إشكال تانية أخوينا وكي لباري أخوينا وكي بس ما نكرت كمعرف غير من كلام معرفه أمشي شانشن لش عريب يا شودا ابن مالك برحمة به أو ترتيبه بو رعاد نكراوا بو شونك لمقامي أوها بو كبلا شجدان يعني تل لوجد اگر ترتیب کاری عال نکرد چه شنیم لیر در ترتیب پیست جامن او چند شعر با خلاصه وارک با معنا بکم دارتی نصر شرحکش اشتی شوانیه با وجوره بلان کومالا شد لدر اوی کتیب که های عرستانی اکم اوی که با فمالی دی غیبت او حضوری اوی که با غیبت به او زمیری که و خاونی غیبت به يا خاوني حضور بحضورك هم متكلم لقلته هم مخاطب لقلته وكو أنت وهو سمي بالضمير إيه حضورت شاك استي أنت وهو أو اللي ركان دا حضورك هم متكلم لقلته بلان أو كبهر حال باسينا كدو ولا شرحك عادي الله سمي بالضمير إتلو ناوي تشي لابني ناوي زميري لابني أو أفرمي أو الزميرة إيه حضورت شاك عرض برادری خواهم کم زمیر پس آواه کدالت که لسر غائب لسر ذاتک غائب یا ذاتک حاضر یا نک ذات البته هشتک که با غیبت به هشتک با حضور به و تا با تکلم و با خطاب به دلالت کرده سر پیالن سی پیالن زمیر ای زمیر لسوزنی فعیله ریشه کی برگ لعلما دلان لضمور و هات و ضمور که به معنای لریا، به معنای کزیا. بو، چون که بدالیلی او لقل معنای لغوی لقل معنای اصطلاحی که لق دکالینا و پیک دین. چون که عرضی برادری خواهم کم. بله سراغ بله به معنای لری وانیا لبر او حروف کانی زمیر. براستی کمن هر وکو جسمک لرا گوشتی کما زمینش براستی حرفکانی کمن لواقع دا اوایا یا دلن لإضمار و هاتو که بمعنى شارنوی و خوشارنوی بدلیل اوی زمین بشی زور بکن حالت استتاری تدا چونکو دبینی تلفوزی پیناکلی لناو خودی کلمه که خو قایم دکا او یا اصلا دکری بلین بویب لإضمار و هاتو لبر اوی هل لناو خویداشتی که مخفیه لواقع دا بو چون که صراحت لکاری زمیر دانیه و کلکاری اسم زهیر دا هیا جا بس یکان پیدالان زمیر یا مزمر کف یکان پیدالان کنایو مکنی یا مکنا بل دلیکه بوی کنای پیدالان چون که واقعانشتی که خفیه هر وکو باس ما کرد بو دلیل اوان کنای پیدالان چشن یا چون که لسا اصلاح دم بدم و شر قرار نیم بکرده و او ام زار الناس من صار شرحك بأم دوش عليك جبلا جاء ام زاد وايد دام الدس بيكين وام جال لم شعري دوم داك الدس بيدك ابن مالك بومن الدس بيدك بوكا
ألزي بلادري خون كم زميلي متصل ما ببعندك هذا وذو اتصال منه أويك خاوني اتصال منه لزمير أويك ما لا يبتدأ كابتداء بينكرت بس زميري متصل بزميرك دلين كما لا يبتدأ أما اللي ردا حسب سيلك كراو يعني حسب دارجك كراو ما لا يبتدأ به أوي أربعة ألف كا أو هم ذكري بيت ألف ما لا يبتدأ به لا أصلا حسب حرف جرك كراو أصلك أو و جابرك بيا و حرف حسب مجركش كراو بلان نا أهو هاي حسب حرف جرك كراو كبي به بوا أي هيك شيء لهاتوا هيك كوقت الزميري متصل بوا بوتا مستتر إتر حذف نكرة بوتا نائب فاعل يبتدا كمجهولة أو بو بدليل أو أقبلين حذف كراوة حذفي حرف حذفي عائدي سي موصول عائدي سيلة لم لسيلة رابو موصول شو كم ما لا يبتدا ما موصول إيه طبيعة ما لا يبتدا ولا بتصل لك كوا عايدك به هيك بيك حذف ده كان بلان هيك حذف ده كان ديك زمير زمير مستتر لا يبتدا ده مستتر لكن بو چونك سر اشياء بمحذورك سر اشياء بغلطك چونك ودي خوينين هلم كتابه باب جينيه عائد حذف ذكر اجا مجرور به بحرف جر مجرور به بشرط شروط يكوا كهيج كام لو شرط شروطان اللي ردا مسوغرنين تا وكو هيك شي لغلا حذف كاين بلين كل به هيك حذف بابو ناتشاري بلين به كمان حذف كدوا هيك كما جروا بك حذف ما نكردوا مستكردو ما نتزميل مستتر لو ابتدا ده مستتر ما نكردوا چونك اجا بلين حذف زميل كشكراوا يتر او عائده كحذف بو كحرف جر مجرور بو ببي هات نجي او شرائط انا كبيست بو حذف ضمير كحرف جر مجرور بو كاخر شعري موصولات لم كتابه ده لالفيه ده ان شاء الله بحثي ودك او اگر فخوا فرصتي لان لي جيني لي خوينينو او بابتش اجبير بو بيتان دير مولي ركانا بيريش منكوت او مشاري او قاعده كليه بانك نو او فالزميري متصلة بما لا يبتدا شروعي في نكرب أخوي هو زميري متصلة متصلة وكا سربخونة تماني به يعني بو حد ناوكي بخوي تدبي وصل ببشوينة كوا بيوز بك لبشوينة كوا ولا يلي إلا اختيارا أبدا ولا يلي فاعل يلي هو تدا مستطيلة إلا باعتبار لفظة ما بس حرب نيلة دا إلا اسم بو أو إلا استثناء هيك يعني ولا يقع بعد إلا مفعولية لي بس زميل متصل دو ركن أساسي يك ما لا يبتدا كابتداء كان كريت أم يك دو ولا يلي إلا اختيارا أبدا وبشوين إلا جدانيا لنثر دا لغير الشعر دا لغير الشعر دا شيرشانية چونك ريقاد دريب بشاعر لنثر دا چونی معامله دکا لشعر ده رقد ده بشاعر کل شعر ده جار و بار چونی معامله که بوده کری او معامله که چون که میدان شعر میدانی که تسکبره جگه مانور و جولان و حاتو چون نیا شونه که تسکبره دبی بره جار چاوپاشی لکومال قواعد بکری بوی که شعر بتوانه کارکی خوب که بز لنصر ده لدواء الله و نیا او ركن شيء تي ركن كي كشي ابتداي بيا نكر يعني سر بخو نتواني بيلاي مثلا تاء لظا ابتدا نتواني بلاي توبة تانية ببي او يك وصل كي بعامل كي ونكرت ايه او جا ام جا مثال يعني تو بو زميري متصل بلان بزرينجي كي كامل ولا قل مثال هنا انا وك اشاره شب بمحل اعرابيا كالياء والكاف من ابن اكرمك إيه؟ أما مثال بو أنواع زميرو بو محل كانشي يعني ألفي ابن مالك هزار رحمتي لبك آوى مان دقاره وما وتوانيه إي أويك واقعا نبوغيك علمي ابن مالك لم كتب دا خوي بهم عالم نشان دا وكبويا سرنجي زناياني لحر سردمك ده بلو خوراش شاو لحر سدمك دا دبيني زانان
اوي زاناي جوربو بي بي جمان بن لودا ما دام زاناي تواو عياربو بي حتما خويل الفيه دا وشرحي كلاس الفيه كدوا اي شوخية تا استنزيكي دو سط شرحي لسال كلا وخوهدوا صادنية كاكا جا علي ردا كالياء والكافي امام مثالا بو اوانك بو او زميلانك زميري متصلا لقل اوجدا اشارها بروتشي برو محلكانيا ايه جا دقات كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكتي وكو ياء وكو كاف لمثال وكو ابني أكرمك ابني يكا مضاف إليه زمير متصل زمير متكلمة ولقال أوجد على ردا محل تيه باوجان تبعة المحل جريه أو محلك جا دقاتك باشان كاف لأكرمك دا أو ابني أكرمك كركي من رزيلة ناوة أكرمك كافك زميري متصلة أو واقعيتك وكويك نيك بتاني ولا وانا كافك بتاني ولا ك بتاني نعم إيه لقل أوجدا محلي إعرابي كافك شي دزنشان كدوة كافك اللي لدى زميري متصلة منصوبة بأكرمة إيه زرتك وباشان والياء والها من سليه ما ملك يا وكو يو هي لسليه دا لم مثال دا سليه ما ملك اتلا ما بمثال ليه كينا يتواني يعني ام جور زميلانا لنا جملة دا ريك دا كون دينو واوش عرزي بالهدري خومكم نوع كانو اوش محلك ايتي اه عرزي بالهدري خومكم استكانا مطلبك شكيه لسر وشهلا أرسان لكم أو أو وكو يو هي لسليه دا استي يه لسليه دا يه عرزي برادري خونكم زميلي متصلة بلا محل بمحلي رفعيها محلي رفعيها ويا محلي رفعيها أي هي لسليه دا محلي نصبيها چونك سليه تو دستور بمخاطبه يك أددي أددي دستور بجنيك بخانم يك أددي سليه ها بسياري ليبكا لو أغايا لو بياويا تقول لي ليرا كان دا سليك زميري فاعليا وكو يي تضربي نوايا وكو يي تقومي نوايا وكو يي تقعدي نوايا أو يي اضربي أو يي أم أم ييش سل مذكركيتي سلي مؤنثكيتي بزي كمحل رفع تقول لي ولولا شوه هي كمحل شيء محل نصب إيه جاء لي ردا دقتك ألم شعر ردا لشعر دون ذاك الياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليهما ملك دقتك مصنف مثال هنا يبو أنواع زمير للزميل كان متصل أميك ومحل كان شبان كذا إيه بلام رعايتي معرفة ريني زميلي كرد كو زميلي متكلمة باشان مخاطبة باشان غائبة يي ابني يي كافي أكرمك أو يي متكلمة أو كافي مخاطبة هيس لي شو غائبة كيا أو ترتيبي رعاية كرد شونك أول متكلمة لا معرفتنا لهما معرفة لا باشان مخاطبة باشان غائبة إيه رحمتي خالي بيو بلام يكشتي بونهات بونهات جي أيش أويا دبويا مرفوع كي لباري محلي عربية بيش خصتا كي سلي هي يعني دو داني يي بيان كدن يشان يي متكلمة يشان يي زميلي فاعلية يي متكلمة كا أرزي بلادري خونك أو محلي ليردا جري هبوابو جاو أم جا لدواتريشا لإدامة دا عرزي بلادري خوما كم للرفع والنصب وجر الناس لا نا لا شيء إشكال دي بأخذ أقل أنا ظلم ولا دقيق إجازة فلم ولا أنا ظلم دقيق ديتا بيشوا بلا ديتا بيشوا بابتي بلا ولفزي ما جرك لفزي ما نصيب أعوى او زميراني كوا مجر منصوب ده بن مجرور جدا بن سي لي ركان داك او هاتوا بو نمونه عزيزنا بدكم
يا كاف بونمونا لوانا كواقعا مثلا بونمونا كاف لوانا كام موصولة هم جود لدواي دقسي ليك نو أو بلا أوي بونكرا مرفوع كبيشخا باشا منصوبك باشا مجرور كلدوا بينه وكو عادتي هر كامل علماء نحو أوي أم كاري بوي بونكرا لبزر تيشار بس مثال هنا يبو متكلم وبو زميلي مجرور بيي ابني مثال هنا يبو زميلي مخاطب ومنصوب كافي أكرمك مثال هنا وان يبو مرفوع بضمير مرفوع بيي سليه مثال هنا يبو ضمير غائب أو يعني كمرفوع بمحل بلين بلين زميلي فاعلي بمرفوع بأمش يعني ضمير غائب ومنصوب هي سليه إيه زرتك دو أوام ذا شرحكي كاركي أصانو كاركي خلاصي كلام خوشة أفن ما يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان إشارة دك ابن مالك برؤوه كزمير أو يدلال كالسر غيبة لك ذاتي غائب ذاتي غائب نهار غيبة وكو هو يا حضور دلال كالسر حضور كيجدو باش أحد ما ضمير المخاطب نحو أنت أو مشخصة كحضور لأنت لا برجستي وصاني ضمير متكلمك أنا أما مطلبك واضح إيه؟ لما وردي دو شعري بعد جداد فرمي الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل زميري بارز زمير باعتبار ذكري بكي تدوبش زميري بارز زميري مستتر بلا زميري مستتر أدعي أمزع بارز دبتا دوبش منفصل ومتصل مستتر كجوا دواي دي قصير يكن يعني لا أصلا آوة دبتا دابشي كي زمير دوبشا يا بارزة يا مستتر بارزة كي يا متصلة يا منفصلة آوة دي تخوانا واني حال أرزم دبن أو أمزع مستتر كش قصير خويلة سردك إيه زميري بارز بو زميرة دلن كلير دا ام باسينا كلو بدا خوا دبيا بيناسي كو كدا زميري بارز بو زميري دلن كشكليك للفظا بو ام زميره هي واتتو تلفظي بيدكيتو يعني بتلفظ تلفظي بيدكيتو شكلك كللفظا بو هي همان شكلش لختا دبي دركيت مثلا امن دلن ضربا او الفا زميري بارز بو چونكا صورتي لفظي هي صورتي خطيشي هي من كدلم ضربا أهم ديكي لدمي وديار ألفي ليا لنسي نجد ألفا كهر دنسم ضربو ديارك أو بي إشباع لدمي وواويكي ليا لنسي نكش دهر وادي نسم يعني زميري بارس أو قيدي خطكشي لقل ده نكر قيدي تلفزك وشاهد من حتى لهم ديكتي مجد إشارة موتيكي نكر وانا نوف لفراموشي بوينا بيقو من هر باري تلفظك ما بزنيا يعني ده بشكل كبير هم للفظ هم لخطا إيه ضربت آها تيك تلفظ بيكرت وباش أن تقول نسي جدا دينوسي بلان زميري مستتير نشكل لك للفظ يا حيا نشكل لك لخطا لكتابة أبوي هي ككتد قم إتل أتو نتلفظ بأن تكروا كتياتي نأنتش النسي وا أو زميري مستتير كاك إيه لذلك الضمير ينقسم إلى متصل وباشان ومنفصل زميلي الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل زميلي بارز دابج دبي بو متصل بو منفصل إيه ليش داب بحثك ديتا بيجوا لم متصل ومنفصل كمان أصلي ترى ديارة ابن مالك برحمة إخوابي لإدامة داك إيما داروين هاد بحث دا داروين دقات الشوينج وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل من لشرح شزورة لشرح قطر ذا لكتب كاني كجدا لسيوتيج ذا بحث ما نكدوا كحتى ريقاب ببعد لزميري متصل استفادة وكيلة منفصل استفادة لك هل أو قاعدة كعلماء بعصيدة كانوا ابن مالك جدا بعصيدة دكا ديارة أما إشارة بلو أول لبين زميري متصل منفصل لا أصلي أصلا كان زميري متصلة كالعيني حال دا دو قصة شيء لواقع دا برايك دلنا ولا منفصل أصلا برايك دلنا ولا متصل أصلا بوخي برايك دلنا منفصل أصلا بوخي يعني دو دانا أصلا حالي أرزم نبي
بۆیە دەڵێن لە واقعدا زەمیری متصل ئەسڵا بە دلیلی ئەوەی مەبنای زەمیر لەسەر ئیختسارە، یعنی ساختار و بنا و عەرزی برادەری خۆم بکەم، ساختمانی زەمیر ڕیشەکەی دامەزراوە لەسەر ئیختسار، یعنی شتەکە چکۆرە بێ و مەعناش بدا. دا ئەو بابەتە فەقەت لە متصلدا بەرجەستە دەبێت، بۆ چونکە زەمیرە منفەسیلەکان بە گشتی حەرفەکانیان زۆترن لە حەرفی زەمیرە متصلەکان. زەمیری منفەسیل وایە و دەیخوێنین، حەرفەکانیان هەمیشە زۆترن لە حەرفەکانی زەمیری متصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، كذلك يبتدأ به أو به إشارة بلوك عزم كدن أصلك أو ولا شعر كذا كبيك حزبه هي كبو تزمير لتودنا ويبتدأ زمير متصل أويك ابتداء بينكرت، يعني لأول قرار ندرت كالكاف من أكرمك ونحوه، وكو كاف لأكرمك أو وكو أكرمك ودا وايا استيه ئەم کافە لە ئەکرامەکە دا ئەوڵەن ناتە ئیبتداوە، تۆ ناتوانێت بڵێی کە ئەمجا بڵێ ئەکرەمە، شتی وە نییە ئەو وە نەحوی حەتی شوێنی هیچ وەکو بەرە بکە، ناتوانێت بڵێی کە لێدا مەسەلە وەلا یەقەو بەعدە ئیلا فی الیختیاری وەلە ئیختیار دێنی لە نەسەردا چاولێ لە نەسەردا عەرزی برادەری خۆمەکەم واقعیش نەبێت لە دوا ئیلاوە. فلا يقال ما أكرمت إلا ك اشتوى مني بلا وقد جاء شذوذا في الشعر باش هاز لا شعر دا امشتا هاتوا حسن وكما حق الأخواري شعر في كده جماعتك إجازان لو كمل الأنباري بلا ناقصة كان قصيكي بيجيو بربتا أم قصة حقا ك لا شعر دا أجا هاتبه شازا لا شعر دا هاتبه شازا ولا ناصر دا ناتواني لدوا إلا وبلا اختيار دا اختيار نقطة مقابلة كي ضرورة لا ضرورة ديت بلان لشعر دا كديد لنصر دا نايا أو كقوله وكو شعر التي أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي أعوذ إلا هو ناصر شاعر لوانية أو شعر لو شعرانية شاعر كان زاندري شيئا هلا بنادى بم بخاوني أرش لكومولا كوا بغت عليا بغيام وبالنسبة لي ظلم يعني كده سركشيام وبالنسبة لي منو إتر فمالي فمالي عوض إلا هو ناصر بومنيا حتى حتايا تقولي إلا خذانا بك ناصر إيه شاهد يكلا سر إلا هو كولي ردا زميري متصل كهيا اللي ركان دا لدواء الله وقرار جتوا أمل الشعر دا أم بابته اللي نصر دا الرجع بين دراوة شتي شيء قبيح وشازة إذا لان دا وعندما شتي عروض دبلا الشعر دا ناتارا رد دراوة لسر على بكش دبلا فما لي يعوضها لي خبري مقدمة كدار مجرور الناصر مبتداكي ودوا كوتو أو لسر عوضوش كهات وتبيش هو تيكيك بلا نا مصلحة ني عوضو ظرفة ظرفي زمانة بو استقبال بك هذا الجيري وتواوي استقبالك زمان استقبالك دادا جري وكو أبدا كهم زمانك دادا جري عوضوش تواوي زمان استقبالك دادا جري بس ظرفة بو استغراق استقباله أو بلان او دي هي خاصة بنفيا ولا كلامي مثبتة نايا او اشك كتويانا هات دي كلامي مثبتة قسيكي قويني الشاهدي صحيح بتو او انية لسر او بابتا مبنية لصدم چونك قطع دبيل لإزافة وكو قبل بعد وايا وكسر فتشتيا بسلاوة عوضا عوضي بلان مشهوركي عوضوا او بلان اقل إزافة كرا اما صب دبيت وكو مثلا دلي لا أفعله عوض العائضين عوض العائلين يعني وكو يبلي عزيزنا بالدكم لا أفعله أبدا العابدين أو كإذا فكنا منصوب دبيو إتر لا حالتي مبني بنفاصلة دقلو دبيتو هر مفعول فيه كو مفعول فيه منصوبة أو لدي
بلان اگر اضافه نکلا قطکلا لا اضافه کو قبل و بعدو لیدو ممنی دبیل صدم او بابتی بو بکرتی لسر عوضو او او یا و قولی اوکو شاعری دوام که دلی چی دلی وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار ديار اسم عام بمعنى أحد إيه ما وما علينا عرض بلادري خوم كم ما ينافيه للرواية الشكل شركة دبجي وما علينا وما نبالي هاتوا ما ن وما نبالي إما مبالاة لكن ما علينا شرو معناه هي أمزا ما إذا ما زائدة ماي اولا كنافيه ماي ما كلا زاويه زائده انو تبزانن اما هيك توجهنا كن كاتكتو دراوسي مان باي خانم رو خطابك الى قال خانم الى قال افرتك اما هيك مان لسرني يا هز مبالاد ناكن اصلا كارمان ني بهشتك وقتك كواتو دراوسي ماني ككسي كدراوسي مان نبي غيريتو وما مهم لي اقا خويك لوت دراوسي ماني بعالم كلمة مخزة بعالم دراسة ما نبهت ودراسة ما بي أول ليرة دا دوبارة شاهدة كلاسة إلا كيه كليرة دا أو زميرة ككافي مفردي مؤنسي مخاطبة لا أصلا زميري متصلة أصلا هو متصل بها عاملة كيه بلان ليرة دا دبيني لدواء إلا وهاتو أما الشعر دايا وعلماء تيروانينيان بو أمنوا الشعران كزميري متصل لدواء إلا وهاتو كروانينك كبتشاوي شازو أو شعران دروانين أوش قصيش حق ومنطقيو درست رواية أو زرتك عرزي برادري خومكم وكل مضمر له البناء يجب ولفز ما جرك لفز ما نسب أم شعرش دخوينين ككومل بابتي باشو بأرزشي تهذا دقتكم على هرشي زمير هيا له بو أو زميرة البناء يجب أو بناء بمقصوره هنا يوتينا لأصلا اسم مملودة بناء أو حتشي زميرة مبني بون بو أو زميرة واجب دبت يعني واجب مبني بيت أو تاو أمجا محلي زميرة كان دوب على باندك ولفز ما جرك لفز ما نسيب لفزي أو زميرة كوا مجرور دبت وكو لفزي أو زميرة ويا كمنصول يعني زميرك اگر گوترا او منصوبه یا کوترا او مجروره منصوب شده بیت یعنی کومل ضمیر بنن او کومل ضمیرانه لجرو لنسبدا مشترک ضمیری کش بن هيا لرفع لنسبه ولجردا دوباره مشترک یعنی ضمیر بن هيا کم به منصوبی ده محل نسبه محل زریشی هيا عرزي زناب الدكم زميل من هي كمرفوع دبي منصوب جدبي مجرور جدبي ااوا ايه ليرا كندا كومالك للشارحين هاتون إلادا لابن مالك قرتوها كبودلة وكل مظن له البناء يجب ايوانيا شنك هو مشخصة كزميل مبني وإمش لبحثي أولي معرب ومنيا خوين من كش وكو باسي شبهتي وضعي ككلا كتبان زميل بعام شبهتي وضعيان هي با بلين بحرفه وبويا مبدين وأو وقتها بيشتريش خوين درا ولا سرچا وكاني كي نحو دا كزمائر مبدين أما بس كهو تكرارا تكرارا يعني إرادة دقدن بلان أرزي برادري خومكم بلى لكاتك دا تقسيمي زمير بجويري او جيغايك لأراب دا حيانا او تقسيمي زميرا قماني اود داك زمير معرب ديني لأولو او قمانة دروينة تولاي دبات تاولي بوي لأيما يتيب جيني كزميرك مجرورة يا زميرك مرفوعة يا زميرك منصوبة باعتباري لفظة كانية باعتباري محل كان أو وأما نابتة تكرار بو أو شعريك باسمان كلك الشبه الوضعي في اسمي جيتنا بو
چون که عرضی زناب دکم لیره دا اشاره دکا عرضی برادری خوما کم اوی اوی بابتیک بو بگشتی اوی ایره بابتی چکه یعنی یکشتا اما لدو جهه تا بکرده جیرت اوی که داره کشتا به الوضعی ام کلیتی که لیره ام بحثی دکه نگینه لواقع دا ساولیتی بوی کلیره دا او دلی بو من بحث دکا که حتی شارح دلی لهندیش یاندا او شباهته هي بحرف بلان هو یاندا خونی لواقع دا بوی علماء دلن باقی کانی کش حمل بصر او کوملی که شباهتی هي مثلا بحرف او یا اصلا او من بو باندکا که علیلی که هي لیره کانه دا جا بوی اوی کلیو کتره کشبه الوضعی تواوی مطلبی مبنی بونی زمیر ناگینت او نکته که حائزی اهمیت عرضی برادری خوام کم بله و لفظ ما جر که لفظی ما نصیب او تیکش اما بله که عرضی برادری خوام کم انی او زمیرانه که لسورتا مجرورن و که او زمیرانه وان که منصوبن با مثلا حركه كشان فرقي بيس ضربته يا به ده او هي منصوب لا ضربته ده بلام لبيه ده لبر تناسبي بك يا مجرور كسري جتوينه او كسري هيك اي بكني لتنتج فيه او هل او هي لبي ده محلي نصبه لبيه ده محلي جره وأم جاء أم لفظ ما جر كلفظ ما نصيب دي قد فرمون عرض برادري خوم كم بحثي زميري متصلة كدسي في كدوال لبيتي في شوا كفرموي لو لبيت في شوا وذو اتصال منهما لا يبتدا أما حر إدامي بحثي زميري متصلة بلت عن تيجنس يدي دي 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 بلانش تكوردا حتى رجعت أوشنا وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه شاولتي أو فضماش هالبعصي زميلي متصلة لواقعدة أو على المضمرات وكلها مبنية الزميلة كان هميان شن مبني أو أما قدري مشترك يعني أما أندازيك لسر أنداز علماك وكل أما بيش لما باس مانكل أجا اسمك مبني دبي لسر حركة مبني دبي سيبر سياري لسر بو مبنيك بولسر حركة هي ومبنية بولسر حركة مبنية ولسر سكنية وبعشان بولسر فلانة حركة معين مبنية لركان دا أو كجي اتفاق أو كزماء المبنين أما لدليل مبني بونا كيلا بو مبنين قد كي ولا اختلاف هي زادي قد كم اختلاف هي عجز بلادري خوم كم جاء أو دلائل كان بحزكي دلائل شبهها بالحروف في الجمود لبرأوي زمائر حاكب وزمائر لسهت الزمائر مزمرات شبهات يعني هي بحروفه لجمودة يعني حرف جامدة حرف هجو لتصرفه كتيرا نية حر واقعا لزمير جدا هجو لتصرفه تقنية إيه او كدبين زميرك هو هما او بشكل تصنيهاتوا او هما خو تسنی هونیا حل ابتدا هما دان راوا هم جمع هونیا حل ابتدا وا بو هاتو لواقدا هو عرضی زنا بدکم هنا بفرض مثال جمعی بفرض مثال هینیا حل اولو بهن هاتوا او تصرفی تدانیا جاوب بو شرح ده فرمی ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع لبر اويك جامد زمائر دبيني زمائر كان مصغرنا بن مصنانية جمعيانية دي هو هما وهمو نحن امانا كدلين تصنين جمعنا هلا اولا وادان لا لو كاتب ابن جمع كما فرض مثال هما جمعهم تصنيهم هم هي هو بيت هم جمعي هو بيت كلا حالك نتصنيه هو يا نجمعي هو يا ايه او جناب الشارح فقد لسر أو ندخو قناعة دكاو دليل لسر أو ندا دامز لعو بلان دي قد كان لتسيل لا كوما لشتد كبان لك دلي أولا شبهاتي
شبهات بحرف وهي لما بريده لباري وضعه يعني شبهات وضع يعني يعنيش خلاص كلام ساخت معناك بناي زمائر وبناي حرف وهي زمائر زوربان يا يك حرفين يا دو حرفين حرف جوي يك حرفين دو حرفين ما زوره تي اجا زميلك احيانا لدو حرف بلا وصلت البيت حملك تتسر زميلك حرفين دو حرفك اما يك باشان شتيج كده لا ضلي شبهاتي شبهات يعني هي بحرف وبشبهات افتقاري بو شون كزمير او دلالتي كهيتي تواونا به لسر مسماكي خوي مگر بزميميك بفرض مثال يعني قرينيك ببيت مثلا ببي مثلا جا قرينيك غائبك مخاطبك متكلمك هرشتك لو انا او باشان امي كلي رجدا فرميتي شارح لشبهي هاي بالحروف في الجمودي لتصير جائب المعجلات حنايوتي او باشان شتي شي كده لي لبدا علي امانه بدليل يو بونا مبني چونك بنياز لاعراب باختلاف في صيغه اختلاف في صيغه كان او نزوره ايت نياز باعراب نيه بوخان يعني صيغه او نزوري هي راسي لك هروايه حج ولا في بلايسي كي باعراب نيه لواقده اما ام شوار دليلي جنابي ابن مالك ريسك دوله شو ده لشرحي تسيل له بلان قصيك شيء لسر أوى قلنا بويا مبنين شونك شبهات معنيين هي بحرفها يعني شيء يعني دلنا هر زميرك معني تكلم يا خطاب يا غيبتي لخوجتوا كتكلم وخطاب وغيبة لواقدة جزء معاني حروف اللواقدة إيه أوش قصيكي نابجين يا براستي قصيش نا قصيك بنوع قصيش قوي بوخي أو جا شارد فرمي وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب ومنها ما يشترك فيه الرفع والجر والنصب والجر وهو ناء وشار إليه بقوله إيه على وقت يقول عبد بأنها زمائر مبني بن فمنها لزمائر دا أو هيك ما زميلان كان كشريك دبي لو زميلان دا جر ونصب يعني أجر زميلك بمجروري هاتبه ومنصوبيش دي هاتوه تاوليتي يعني او زميلك مجرورا داكري منصوبيش بي او زميلك منصوب داكري مجروريش بي ام لده يك زميل هنا وتوبونونا وهو دل كل ضمير نصف او جر متصل هر زميلك منصوب يا مجروري متصل أما أم أمانا حاوبش نوكو نحو أكرمتك ومرت بك إنه وله جادل فلك في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر شاولتي باش أبو بقرآن الشاهدك بنايانه ما ودعك ربك وما قال ما ودعك ربك كافي ما ودعك محل منصوب مفعول وتيب ودع كافي كبربو متصلة محل جره شاولتي أو يش أو حالته بلا من بويل لدانيك تاني لشعري بيشودا لبحث نوع زمائر متصل له ناي كالياء والكافي من ابن أكرمك احتاولتي استي عرزي برادري خوم كم يوكو يو كاف استي كافا كالير داو بحثي كير بلان جي خوب إشارة كيش بيه كاف كاتواني مثلا تو دولي إنه إني شاولي استي عرزي برادري خوم كم عفو 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 ببخشة إنه ربي مثلا ربي اللي كان دا يكي متكلمة محل جري هي أيوان يا إنيش من هي يكي محل نسبي هي بس يه هم محل نسبي هي هم محل جري هي هيتش شو إشكالي كي تدانية أو بس ليرا دا لازم إلي متصل لو كبو إمي بان كدوها تاسي تشوى داني بو إمي بان كدوها لازم إلي متصل يي وكافو هيو يي مخاطبة يي متكلم كافي مخاطب تاولي لقل هي غائب أوصيه ولو لا شوى لقل يي مفرد مؤنسي مخاطبة أو تشوار زميل متصلي بو يما بيان كردوا وبوشي باسك الدين كيي متكلم محل نسب شيء ومحل جر شيء هي كافي مخاطب محل جر شيء هي ومحل نسب شيء هي
والهاء في انه في ماضي نصب انه مشخص كاسم ان وفي له في ماضي جر اوش تشونك محل جر هي ب بلين ب حرب لا مكان مجروده. ومنها لزمائر ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر كهوبشتي ده هم رفع هم نصب هم تي هم جر اويش وهونا كلمينا بتايبت ك وأشار إليه بقوله كابن مالك إشارة بلو أو زميله بقوله كرداد يسين لرفع والنصب وجر ناصلح لرداد يسين إن شاء الله لدرس الوايدة توضيح لدين دعاء بخير فلا موجب مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.